نروح للقوات المسلحة. النهاردة الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي التقى بالفريق أول كينيث ماكنزي قائد القيادة المركزية الأمريكية. تناول اللقاء الجهود الإقليمية والدولية وجهود القوات المسلحة المصرية الرامية للقضاء على الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار بمصر ومنطقة الشرق الأوسط. كمان ناقش الجانبان العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك في ضوء علاقات الشراكة والتعاون وتبادل الرؤى تجاه تطورات الأوضاع التي تشهدها المنطقة بما يحقق المصالح المشتركة لكلا البلدين. من جانبه أكد قائد القيادة المركزية الأمريكية حرص بلاده على دعم علاقات الشراكة والتنسيق بين القوات المسلحة المصرية والأمريكية. كما التقى الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أول كينيث ماكنزي، وتناول اللقاء عددا من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء علاقات التعاون العسكري والتدريبات المشتركة بين القوات المسلحة للبلدين.